السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي. اليوم غندير لكم جولة خفيفة في الجريدة، نوريكم الخضر اللي زارعة. نتمنى يعجبكم الفيديو. وأول حاجة نوريها لكم هي مطيشة. عندي بعض الأنواع، لي طومات سوريز، لي كور دو بوف، لي طومات ألونجي، والصراحة في المذاق رائعة، مختلفة تماما على مطيشة اللي كنلقاو في لي سوبر مارشي أو في الأسواق. ما عرفتش علاش، ولكن سبحان الله واحد المذاق هائل. بالنسبه للمطيشه، منين يلاه تزرعوها، من الاحسن ديروا ليها هذاك التخت ديال القهوه، كيعاونها باش كتزيد تطلع وتعطي ما شاء الله الخيرات. وهذا داك المكور الصغير لي شوت بروكسل، و اللوبيا الخضراء لي اريكو. وهذا المعدنوس، وعندي الحباق، وكذلك النعناع. وهذا أزير، وهادو لي فخاز ما شاء الله، واخا الموسم ديالهم فات باقيين كيعطيو واخا بكميه قليله. النصيحه اللي نقدر نعطيكم هو انكم ديروا واحد الشبكه عليهم باش ما يجيوش الطويرات وينقبوا لكم منهم. هذا الخس الا بغيتو تحافظوا عليه من بعبانه لليماس، دفنوا كاس ووضعوا فيه الخل. وهذا البرو كاين تقريبا 40 راس، ان شاء الله يكونوا واجدين لشهر اكتوبر حتى هما. وهذا خيزو كنا زرعناه حبوب، من هنا لاكتوبر ان شاء الله يكون وجد. وضروري من التنقيه مره مره والسقي، خصوصا ملي كتكون الحراره بزاف، ملي كتغرب الشمس خصوصا عاد نسقيو. عندي كذلك الثوم القصبي، لا سيبولات، والقزبر اللي ديجا يبسو، داروا الورده ديالهم وداروا الحبوب ديالهم، وان شاء الله غادي يعطيو العام الجاي. كل عام هكذا، يعني ما كنعاودش نزرع الاعشاب المنسمه، كيعطيو منديتهم راسهم. بالنسبه للازير راكم عارفين كيبقى حتى في الخريف، وكذلك النعناع. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونخليكم مع بعض الصور، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.